السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما مع الجنوب بعض المنتوج بعض ال... وخيرات الجنوب طبعا، على الرغم انه العيش في الصحراء قاسي جدا والمناخ فيها قاسي، لكن هناك بعض الميزات اللي تتميز بها الصحراء وبعض الخيرات اللي لا توجد إلا في الصحراء. اليوم عندنا هذه اللي اسمها حجر، هنا في الجنوب اسمه الحميرة، وهذا الحجر يستعمل كعلاج. هنا راح نوريه لكم إن شاء الله. ها هو، هذه هي الحميرة اللي يستعملوها هنا في الجنوب. راح نحاول ننزعها. حجر هذا الشكل، حجر هو خفيف، حجر خفيف يكون بهذا الشكل. طبعا نشرح لكم الوصفة اللي تستعمل وكيف يتم استعمالها هنا في الجنوب اللي حتى لا تتعرض لضربات الشمس، وكذلك يستعملوها هنايا الكلف اللي نعضوا فيه ديك الحلقات نتاع الكلف. هذا الحجر جد نافع له، واللي بغى يحوس عليه يلقاه موجود عند اي عطار. راح ندو هذه الكمية فقط، وراح نسحقوا ليكم هنايا ان شاء الله حتى نشوفوا شكله كيف يكون. بعد ما جبت هذاك الحجر جبته، الخطوه اللي نقوم بها نحطوا هذاك الحجر، نجيبوا الماء نغسله بهذه الطريقه، نغسله جيدا، نغسله من التراب ومن التراب اللي تكون لاصقه فيه ومن الطين، نغسله بهذا وهذا هو شكله، يكون بهذا الشكل. هو ليس ساقي مثل الحجارة، يكون خفيف. ها هو شكله، يكون بهذا الشكل. هذا الحجر، هذه هي الحميرة اللي هنا يستعملوها. في القديم كانوا يستعملوها كمسحوق تجميل، وكذلك كانوا هنايا وحدين للوقاية من ضربات الشمس حتى ما تخلق فيك ديك الحلقات السوداء نتاع الشمس، او الكلف يديروها كقناع، يديروها كي يجوا خارجين في الشمس يديروها كقناع، يدهنوا بها وجههم باش ما يتعرضوش لضربة الشمس. هذه هي الحميرة. كما قلت، اللي بغى هذا الحجر بغى يستعمله يمشي لأي عطار يقول له باغي الحميرة، أريد حجر الحميرة، راح يعطيه هذا الحجر. راح نحاول نسحق حجرة هنا، راه مازال ما يبست، نسحقوها ونشوف الشكل النهائي نتاعها. بسم الله، هنا مبلولة، هي تسحق هنا مبلولة، تسحق حتى يصير لونها ناعم جدا وتعطي هذا اللون. يكون أحمر، راح نخليها نتركها شوي حتى تجف ونسحقها باش يخرج اللون النهائي. عند سحقه عند يعطي هذا اللون، إن كنتم تشاهدوا هذا اللون الأحمر،
ها هو اللون الأحمر، يسحق ناعما جدا، يسحق ناعم ناعم وبعدين يستعمل. ها هو هذا اللون. والوصفة نتاعو انك تسحقه جيدا كما قلنا، اللي بايديرو وقائي انه يجي خارج يدير منه قليل ويخرج، كانوا يديروا منه القليل وخرجوا، اللي باني يخرجوا في الشمس باش ما تضربهمش الشمس، لان ضربة الشمس تكون حلقة دائرة، في حلقة سوداء في الوجه، وكذلك الكلف. والوصفة نتاع الكلف انك تسحقه وتضيف ليه، تضيفه الى زيت الزيتون وتبقى تدهن به هذيك الحلقات نتاع الشمس. للكلف المستعصي اللي مبغاش يتنح ليه يدير هذه الوصفة، بإذن الله راح يتنح يزول الكلف. طبيعة الحال عند الدهن مباشرة لازم تذكر اسم الله، تقول بسم الله دائما، هدية اللي نأكد عليها. هذه هي الحميرة اللي كانوا يستعملوها هنا قديما كمسحوق تجميل، وكانوا يستعملوها وحدين للوقاية من ضربة الشمس، ويستعملوها وحدين الآن للعلاج الكلف وضربات الشمس اللي تكون حلقات سوداء في الوجه. وفي الأخير أتمنى أن أرجو من الله أن تكون نافعة هذه الوصفة، وتجيب النفع اللي فيه كلف مستعصي ما نفع له فيه شيء. إن شاء الله تكون هذه الحميرة تكون تأتي له بالشفاء. وأرجو من شاهد قناة وميض الصحراء وأعجبه محتواها أو أعجبه هذا الفيديو بالتحديد أن يشترك في القناة ويفعل الجرس.